منطقة الفضلات التابعة لإقليم بن سليمان. هنا في هذا المكان تمكنت عناصر الضابطة القضائية بتعاون مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات من كشف وتفكيك عملية كبيرة لتزوير أرقام هياكل العربات الثقيلة. يتعلق الأمر تحديدا بمرآب شاسع تابع لشركة متخصصة في نقل الركاب والبضائع يتواجد مقرها في إحدى مدن الشمال. التشخيص جرى على عشرات الشاحنات. يستغل جزء من المرآب في تزوير أرقام إطارات الحديدية للشاحنات، حيث تم الكشف عن وجود ما يزيد عن 70 شاحنة. اتضح بعد تشخيصها أن أكثر من نصفها كله مزور، وقد تم حجز الأدوات التي تستعمل في التزوير وكذا عدد مهم من الملفات والأوراق المتعلقة بالشاحنات لهذه الشركة. رجال الدرك الملكي والضابطة القضائية ومن خلال التحريات التي تم القيام بها في عين المكان عثروا كذلك على ورشة لصناعة مواد منزلية بشكل غير قانوني. من ذلك مثلا آلة تصنع مواد للتنظيف تستهلك على نطاق واسع كمسحوق الغسيل. تم من خلال هذه العملية العثور على وحدات سرية غير مرخصة لإنتاج مواد تنظيف ومنشفات ورقية تحمل علامات تجارية أجنبية. التحريات والأبحاث التي أجريت حتى الآن أسفرت عن توقيف 12 شخصا متهما أحيلوا على العدالة في قضية تمس بشكل مباشر الصحة العمومية بسبب إنتاج مواد منزلية مزورة. كل المحجوزات والعربات المزورة قدمت للمصالح المعنية.